رئيس جمهورية مصر العربية السيدة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، وبعد انتهاء وقائع هذه الجلسة الحوارية نبدأ في مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو. وسيوقع عن الجانب المصري معالي وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وعن الجانب الأوروبي السيد فالديس دومبروفسكي Executive Vice President and European Commissioner for Trade. شكرا لحضراتكم جميعا. نستأذن سيادتك فخامة الرئيس في استراحة قصيرة، من بعدها نستأنف بقية فعاليات هذا المؤتمر في يومه الأول. شكرا لحضراتكم.